تمام. نسمح لك بالتسجيل يعني. ماشي، اعتقد منفوش. احنا دلوقتي انا بسجلها دلوقتي، اوكي، وهنرفعها بعد كده. طيب، ناس بتقول اتش ام سي، ايوه. في ناس بتقول بنطلع المعلومات حلو بس التطبيق بتاعها بيلخبط. تمام، هي المحاضرة عشان الحتة دي. المحاضرة هتبدأ تدوس لك على الجزئية دي، وهنطبق على طول على اكزامبل. انا عارف ان انتوا عارفين الاساس، بس نعلي الابليكيشن شوية، نحل مع بعض. التسجيل بيسجل كل حاجة ان شاء الله. تمام، هنمسك مسألة يعني ما فيهاش الا اتش ام بي سي واتش اس كيو سي. هنلغي الكوزي، احنا اتدربنا اول مساله لو تفتكروا كانت تتحل بال اتش اس كيو سي والكوزي. المره دي لا، الكوزي مش هتلاقي لي اي لازمه، ومش هتتحل الا بالاتش ام بي سي مع الاتش اس كيو سي. وبعد كده نعلم مساله تاني بقى فيها الثلاثه حسب ما ربنا ييسر النهارده. فانت طبيعي عشان الناس اللي ما حضرتش المحاضرات اللي فاتت، هدي بريفيو شويه. انت عندك ثلاثة تكنيكس عبال ما الناس تظبط الصوت وتقول لي الفيدباك. يعني عندك ثلاثة تكنيكس اتكلمنا عنهم. الاول قبل الثلاثة تكنيكس، انت عارف ال 1 دي البروتون النمار العادي اللي انت عارفه، الكربون 13 اللي عارفه، بس دول مش بيحلوا كل حاجه، ما بيديكش الاستراكشر والايفيدنس. يعني ما تقدرش تقول الكونكشنز بالظبط ده جنب ده جنب ده جنب ده من غير ما تعمل جيس. اما في ال 2 دي ان ار لا، مفيش جيس، لا انا عايز ايفيدنس. تقول لي دي الستيتش 3 جنب الستيتش 2 ويز ايفيدنس. طيب ماشي ماشي يا مارك، افتح لك التسجيل. حاضر. ماشي، دي اعتقد من المانج بارتيسيبنتس المفروض. احنا معانا 30 دلوقتي، انا مش عايز ابدا لغايه ما ايه الناس تدخل برضه، خلي بالكم. ماشي كده، منين دي؟ يبقى منين يا مارك؟ قول لي. في السيتنجز اكيد. السيتنجز، شوف الريكوردينج، شوف لوكيشن ريكوردينج، ريكورد از سيبلت اوديو فيديو، ريكورد فيديو ديورينج سكرين شيرينج. My 3D at the time span recording. I have to contact it. Then. And مش عارف نسيت فين يا مارك. طيب فكرني بيها يا مارك، منين افتح التسجيل للناس؟ حاضر. محمود يحيى بيقول يا ريت تقول لنا ايه المفروض اللي نكتبه في الايفيدنس. حاضر يا محمود، سالت السؤال ده كذا مره، ما تقلقش علي. حاضر. مور الاو ريكورد، ماشي. مانج بارتيسيبنت اشوفها اهو. ماشي، فين المور دي؟ طيب بشوفها بعدين. الورك دي انا مش لاقيها صراحة.
لو الكروس المفروض في ليميتيشن مثلا؟ لا مضاد بقى الطيران ممكن نحلها. ماشي المرة الجاية يا مارك، معلش أنا هسجله، نرجع تاني. طيب إحنا هنبدأ، أنا معانا 30 واحد، ولو احتاجنا نعيد نبقى نعيد مش مشكلة. الصوت كويس طيب يا شباب، والصورة والشير كده، لو أنا عملت شيرنج الناس شايفة شايفة دلوقتي الناس شايفة الشاشة عندي. اوكي انا I will allow everyone to share. تمام يا شباب. طيب زي ما انتم شايفين معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا لعددنا الوايت كام دلوقتي؟ اثنين وثلاثين، ادي كمان خمس دقايق. خمسة وثلاثين واحد دلوقتي دخلوا. نور هنا تمام. و30 اعتقد كده العدد معقول بحيث نبدا. تمام. طيب اول ما انتم شايفين دلوقتي على الشاشه عندكم مركب للنمر بتاعه. تمام. في ناس بتقول جرب تكبر الشاشه بتاع البرزنتيشن. اصل لو كبرتها عشان تخليني ادخل على الشاشة التانية. ماشي، في ناس مش عارفة تشغل الصوت، وضح لهم طريقة الصوت يا دكتور بالكتابة. في ناس مش سامعاني. طيب انت ممكن تكبر، طبعا انت ممكن تكبرها وتعمل زوم على الصورة، شوف زي ما انت عاوز، الابليكيشن بتاعك كل حاجة. ماشي يا شيماء شاطر. احنا كده وصلنا لكام؟ انا العدد بيزيد، وصلنا يعني 39 او 40 واحد. في ناس طبعا او ممكن ما تكونش حضرت المحاضرات، فانا هبسط لها اثناء الشرح، الناس الثانيه ما تزعلش. في ناس برضو عايزه مستوى اعلى، هنعلي معاهم ما تقلقوش. اللي تتوقعه النهارده في المحاضره ايه؟ ان انت هتاخد في النهايه الاتش ام بي سي، هيبقى كلير قدامك زي الاتش اس كيو سي، زي الكوزي، بالعكس هيدي لك المعلومه اللي مش هيديها الاثنين التانيين. ده اللي انا عايز اوصله. تاني حاجه، انا ما يهمنيش انك تفهم نظري قد ما ان انت تطبقها على المسائل. فاللي تتوقعه من المحاضره النهارده ايه بقى؟ ان انت هتاخد مساله وتطبقها. طب كله جهز الكورليشن تيبل ولا لا؟ مين معاه الكورليشن تيبل دلوقتي؟ قبل ما الناس تدخل معانا، مين معاه الكورليشن تيبل؟ معاك الكورليشن تيبل؟ قول لي ما معاكش.
نزله معانا. تمام، شاطرة يا شيماء، شاطرة يا حسناء، في ناس نشيطة اهو. اه منى ما عندهاش صوت ليه؟ طيب حد مارك ادخل قول لها هتعمل ايه بالصوت. معلش يا شروق، خلفية المنفل بتوع سنة تانية الصغيرين، انت كبرت بقى كورونا وكده. اه ممكن نجيب لكم خلفية تانية عادي عبال ما الناس تدور. طلع لي كورليشن، انا مش هبدأ معاك الا معاك كورليشن ورقة وقلم. احنا هنحل مع بعض، احنا مش هنشرح كلام، احنا هنحل. مش ده اللي كان نفسك فيه؟ الناس اللي دخلت اونلاين لازم تطلع بفايدة. اه تمام، واحدة بواحدة بنبدأ. اوريك الكورليشن تيبل اقصد بايه. طيب اهي، أعتقد كده العدد صفر. نبدأ بإذن الله. معلش إحنا مأخرين المحاضرة شوية عشان بس مش هناخد من النت بتاعكم كتير إن شاء الله. طيب آه نبدأ على بركة الله. ماشي، في ناس النور قطع عندهم، ربنا يكون في العون. طيب زي ما أنت شايف دلوقتي الشاشة قدامك مسألة، أول حاجة بتقابلها فيها بعض المعلومات البسيطة اللي أنت ممكن تكون بتحلها وأنت صغير. الـ 1 دي النقاط، أنا مدي لك الفورميولا C12 H16O، يبقى أنت عندك أكسجين في المركب ده، دي أول واحدة، أكسجين واحد مش أكتر. تمام، طيب دي برضه معلومه ما تنساهاش، تقدر تحسب منها الانساتوريشن اندكس. اي طريقه لحساب الانساتوريشن اندكس انت عارفها، القانون سهل وبسيط، هيطلع لك عدد الانساتوريشن اندكس بتاعك 5. الله، 12 زائد 1 اللي انت اتعلمتها، يبقى 5. يبقى انا عندي ممكن احتمال انماط الكومباوند، ده بسيط. طب الاي ار تاخد منه ايه؟ 1685. تمام؟ 1685 ده معناه انه ممكن يكون عندك ايه؟ ممكن يكون في كربونيل، ممكن الكربونيل، بس كربونيل قليله. انا مش فاكر يا دكتور الكربونيل، ما يهمنيش ما يهمنيش تفتكر ما تفتكرش، لان احنا بنتكلم على 2 دي ان ام ار، بس هي معلومه على السريع ممكن تفيدك. طيب البروتون ان ام ار ايه اللي ظهر عندك في البروتون ان ام ار؟ خلينا برضه في البسيط اطلع بمعلومات. عندي كام بيك؟ 4. في الاروماتيك في دبلت اوف دبلت وهمكبرها لك زي ما انت شايف. معلش اوريك الانوتيشن عشان انا مش هقول على حاجه تفهم انا مقصود ايه. طيب ادي عندك بيك اهي عند 1.2 سنجلت، وادي بيك تاني عند 2.5 تقريبا، وعندك في الاروماتيك 2 بيكس، واضح جدا انها دبلت اوف دبلت، ومن التكبير دبلت اوف دبلت. انت وانت صغير كنت بتقول عليها ايه؟ اسمع الناس، يعني اكتب لي الناس تكتب. على طول ان انت عندك ايه؟ دبلت اوف دبلت، اعتقد بارادايس سبستيتيوتد. ما باش ده كله معلومات سهله. لكن انا عندي 16 بروتون، يبقى في 4 في الاروماتيك، وهنا عندي لو بصيت لدي دي بالنظر كده ممكن تقول ايه؟ ان دي واحد، دي قد دي 3 مرات، يبقى دي 9 وده 3 يبقى 12 و4 ادي 16. كل المعلومات دي جس او من اللي انا شايفه. طب ده البروتون النمار.
انا ماشي معاك كاني لسه في سنه تانية، لسه ما خدتش الايه عشان نراجع بس ال 1 دي. لما تبص للكربون 13 انا عندي كام كربونه هنا في الكربون 13، في تكبيره هنا صغيره عشان تاخد بالك، ادي عندي 200 و 200 وحاجه 210 في كربون، في بيك صغيره، وعندي 140 في حوالي 140 في 2 تانيين، وفي واحده كده زي ما تكون اتنين فوق بعض. الناس سامعاني ولا ايه؟ تمام، في اتنين فوق بعض نكبرهم لك تحت، واحده عند 129 بين الاثنين، بين 128 129. تمام، طيب تمام كل الكلام دوت وانت صغير تعرف، يبقى عندي اثنين عند 128 129 متكبرين تحت. تمام، وعندي السولفنت بيك ده ما تهمنيش، اللي هي من تحت ال 80 دي الدمسو ما تفرقش معايا. عندي بعد كده ثلاثه بيكس بين 20 ل 40. تمام، في بقى ملحوظه انت في الكربون 13 برضه لازم يعني يبقى عندك سنس للايه للبيكس. في بيكس لو تلاحظ السيجنال صغيره، في بيكس السيجنال قويه جدا، غالبا اللي بتبقى صغيره دي ممكن تبقى كواترنال يعني، ممكن تبقى ايه، لكن الكبيره لا يمكن تبقى كواترنري. تمام، انت عارف يعني ايه كواترنري، ما هو اللي ظهر في كربون 13 الكربونز، يبقى دي عدد الايه الكربونز لغايه هنا. انت في سنه ثانيه، ثالثه بقى رابعه بقى بنقول لك ايه، احنا هناخد ال 2 دي. يبقى اول خطوه لازم تعملها ان انت ترقم ايه ال 1 دي. يعني ايه؟ يعني تيجي عند البروتون كده، نرجع للي فاتت، هتلاقي ايه البروتون، هتلاقي التو بيكس اللي هم في الاروماتيك هندي الاولى A والثانيه B، والتو بيكس الثانيين اللي هم تحت الثلاثه هندي واحده الاولانيه C وD. يبقى انا ماشي من الشمال لليمين A B C D، يبقى عندي كام بيك؟ اربعه. كل بيك فيها بروتون اثنين ثلاثه، انا ما قلتش، انا مسمي البيك دي على بعضها A والثانيه ايه B والثالثه C والرابعه دي، عشان بعد كده لما اقول فلان كورليتد لفلان اعرف انا بتكلم على مين. فانا هدي للبروتونز حروف ونتفق عليها. تمام، وهدي للكربون ارقام، ممكن تعكس، ممكن تدي الهيدروجين حروف ارقام وتدي الكربون حروف براحتك، بس احنا اللي هنتفق عليها نعمله عشان نبقى متفقين وتبقى سهله ايه الكلام. فاحنا هنتفق ندي الهيدروجين حروف زي ما قلنا، وندي مين، وندي الكربون ارقام. فأنا بالنسبة لي هنا هو مثلا ممكن أقول ال ممكن نقول دي. أيوه في ناس بدأت تكتب A B C D، تمام شاطرين، كنت بدل ما نكتب اكتب أيوه أنا عايزك تتفاعل كده. تمام، يعني دي A دي B ودي C ودي D. اكسلنت يا شباب. طيب خلي بالك، طب اللي مكبرينهم تحت دول هيبقى إيه وإيه؟ ها حد يكتب لي اللي متكبرين تحت دول هنديهم ايه؟ عشان دايما تدي الحرف السليم لكل بروتون، لان اكبر اخطاء الناس بتيجي من النقطه دي. يبقى اللي تحت دول نقول على دي ايه؟ ايه ودي بي. الله ينور عليكم، شاطرين يا شباب. طيب ندخل بقى على الكربون. تمام، اول ما نرقم ال1 دي نرقم البروتون، وبعد كده نرقم مين؟ الكربون. يلا. دبلت اوف دبلت يا مروه. انت لو شفت التكبيره تحت هتلاقي دبلت اوف دبلت، دي من زمان كنا بنقول عليها على طول ان دي مرض السبستيت، حتى لو ما تعرفهاش هنطلعها ما تقلقيش. تمام، نيجي بقى للكربون 13. ايه اللي انت شايفه؟ عايز اشوف ناس كاتبه بقى في الكربون 13. اعمل معلش احذف الاي والبي والسي بتاعتك واكتب لي بقى الكربون 13 اللي فوق ال 200 دي تاخد كام؟ واحد. تمام، واثنين اللي بعدها ثلاثه. تمام، وبعد كده خلي بالك هنا في اثنين. اصبر 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 اصبر، انت غلطت كده بالنسبه لي، انا هشاور من الاول. ادي واحد، بعد كده اثنين، ثلاثه. ايوه، لا الاثنين المتكبرين تحت ياخدوا ايه؟ ثلاثه واربعه، سوري واحد اثنين ثلاثه، يبقى اربعه وخمسه. اربعه وكام؟ وخمسه. وبعد كده انا شايف ارقام كتير، بسم الله ما شاء الله. طب انت عارف تكتب الكلام عندك ولا لا؟ ايوه، اللي تحت اربعه وخمسه، شاطرين. طيب السولفنت نسيبه، يبقى دي هتاخد ايه؟ 6 و7 و8. يبقى انا عندي كام بيك يا شباب؟ 8. اصلحه كده اللي كاتب غلط.
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، اللي تحت دول أربعة وخمسة، تمانية بيكس، شاطر اللي كاتبها. تمام، الناس شايفة اللي أنا بقوله؟ أه. واحد اتنين تلاتة، واحد عند كام؟ عند 210. اتنين عند كام؟ 140 أو 141. تلاتة عند تحت ال 140 على طول. في اتنين فوق بعض مفصصينهم تحت اللي هم 4 و5. تمام، بعد كده السولفنت ماليش دعوه بيها. بعد كده فوق ال 40 عندي ايه؟ 6 و7، 6 سوري، وعند ال 30 7، وعند ال 20 8. احنا كده ماشيين تمام، 7 و8 شاطرين. يبقى انا كده ايه؟ اديت الارقام. نيجي بقى اول خطوه في الحل السليم، ان انت تدي الترقيم صح، بس انت اديته على الوان دي، نمشي على ال 2 دي بقى. اول واحد هناخده دايما افتكر، نبدا بالاتش اس كيو سي. ايه الاتش اس كيو سي يا دكتور؟ امسحوا خلاص الانوتيشنز بتوعكم، اكتب بقى ايه. ممكن اعمل لك كلير اول، ماشي تمام. ندخل بقى في الايه، في الاتش اس كيو سي. تمام، الاتش اس كيو سي للناس اللي هي ما حضرتش المحاضرات واول مره تسمع، اتش اس كيو سي ده تكنيك بيجيب لي ايه بقى؟ بيجيب لي علاقه بين البروتون، يعني بلاش نكتب حاجه دلوقتي، البروتون مع مين؟ البروتون مع الكربون. البروتون على الاكس اكسس والكربون على ايه؟ على الواي اكسس. لما تبص على الاكس اكسس من تحت هتلاقيه 1 1.5 2 2.5 3 وهكذا. الـ الكربون 13 اللي من على اليمين اللي هو الواي اكسس هتلاقي 20 40 60 80 100. لازم تبص على الكلام ده، جايب لك من 0 لغايه 200 وحاجه. اما البروتون هنا بص ايه اللي عامله كده؟ 1 1.5 2 2.5 3 وبعد كده راح قاطع، لان المنطقه ما فيهاش حاجه، فراح قطع لك الرسمه ووفر لك الوقت. فقال لك كمان من 6.5 7.5، لان المنطقه اللي في النص ما فيهاش حاجه. طيب لما ابص فوق على البروتون هلاقي نفس الرسمه بتاعت الوان دي. تمام، هلاقي كام؟ احنا قلنا كام بيك للبروتونز؟ 4، A B C D. هم يا يعني ريت الناس تكتب وتوريني شطارتها. لا ظبط، A و B اللي هو في الاروماتيك، معلش احنا نحذف شويه، A و B في الاروماتيك، C و D. الله ينور عليكم شاطرين كده يا شباب. دول مين؟ البروتون. اتاكد ان انا الحروف اللي حطيتها صح. النقطه دي بتغلط فيها ازاي؟ نتخيل ان هو البروتون ده ملوش كروس بيك، يعني بروتون مش على الكربون، مش هيظهر له حاجه، فممكن ما يبقاش موجود عندك. يعني تاكد اللي انت حاططهم دول هم اللي موجود في الوان دي. يعني ايه موجوده في الوان دي عند 7.5؟ موجوده، يبقى هي دي صح. دي عند 7؟ طيب سي عند كام؟ 2.5؟ هي عند 1 ومش عارف 2.10 دي؟ تمام، يبقى انا كده راسم ايه؟ صح. نيجي للكربون 13 بقى، بص بقى مين اللي ظهر في الكربون 13؟ الله، ده في واحده اللي هي عند 200 وحاجه مش ظاهره عندي، ولا انتوا شايفينها؟ مش ظاهره، اللي هي رقم كام؟ 1، ظاهره في الكربون 13 هنا بس مالهاش بيك يعني، صح؟ الله، دي مش موجوده، دي اللي المفروض 1. ممكن في بعض الرسومات ايوه اللي كاتبها واحد من الاخضر ده، تمام، هي ظاهره هنا بس مالهاش كروس بيك. ممكن تلاقيني ما دام لهاش كروس بيك اروح مركز لك على الجزء اللي ايه؟ اللي فوق. اركز لك على الجزء اللي فوق واروح حاذفها، خلي بالك انها مش موجوده. 2 ان هي الصغنونه دي اللي عند 100 وحاجه و40، و3 اللي بعديها، وما تنساش 4 و5 جنب بعض ما تغلطش فيهم. ايوه 4 و5. الناس متابعه معايا ولا ايه الحكايه؟ انا عايز اشوف فيدباك. ايوه 4 و5. طيب 6 و7 و8؟ 6 و7 و8 اهو بعد كده يا دكتور. يبقى انا رقمت الاتش اس كيو سي. ايه هو الاتش اس كيو سي تاني يا دكتور؟ ده بيربط البروتون بالكربون اللي عليه. يعني انا لو سي اتش 3 الثلاثه بروتون بتاعي على الكربون بتاعي، انا عايز اعرف انه بروتون مرتبط مع انه كربون. يبقى الاتش اس كيو سي بيديني الوان بوند كورليشن. يعني انا ادي الاتش اهي وادي الكربونه بتاعتها، يروح رابط لي بين الاتش والكربون بس، ما يتعداش كده. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني معنى كده معلش البروتون A متصل بمين يا شباب؟ الله، ده في كروس بيك اهي، معلش ظاهر عندك ولا لا؟ ادي البروتون A اهو، صح؟ انزل كده تحت
الله الله الله، ده في كروس بيك اهي مع مين؟ مع انه واحد؟ مع رقم كام؟ واحد ثلاثة يا أربعة يا خمسة، أنا مش عارف، دول فوق بعض صح؟ فوق بعض. يبقى إيه مرتبطة مين؟ إيه أهي مرتبطة مع مين؟ مع واحدة من دول. طب بي بي مرتبط مع التانية. طبعا أنا لو كبرت الحتة دي هشوف، لكن أنا مش قادر. يبقى إيه متصلة بأربعة يا خمسة صح كده؟ وبي متصلة بإيه؟ واحدة فيهم. أنا لغاية دلوقتي ما أعرفش مين فيهم. طيب سي يا اخوانا فين سي؟ فين البروتون سي؟ فين الكربونه بتاعته؟ هبص الاقي هنا كروس بي، يبقى اذا الكربونه بتاعته الله، دي اول كربونه، اول كربونه اللي هي ايه تحت خالص. يبقى طب اكتب الكلام ده ازاي؟ انتوا ناسين الكورليشن تيبل ولا ايه؟ ناسين الكورليشن تيبل؟ لا احنا عندنا كورليشن تيبل، بنكتب البروتون الفلاني مع الكربونه العلانيه. يبقى انا عرفت البروتون من اتش سي سي، البروتون سي الكربونه بتاعته رقم كام؟ 8. البروتون دي الكربونه بتاعته رقم كام؟ 7. صح الكلام ده ولا انا غلطان؟ عايز اشوف في حد مش شايف الكلام ده؟ واضح؟ از كلير؟ يبقى اول حاجه طيب هنا بقى نقف. ايه المعلومات اللي خدت؟ انا كده طلعت الكورليشن في التيبل زي ما انت علمت لي قبل كده. طب اديني حاجه زياده بقى. ايه هي الحاجه الزياده؟ ايه معنى الكلام ده؟ طب بص يا دكتور احنا عندنا كام كربونه؟ 8. وعندنا كام كورليشن تيبل موجود؟ كام كروس بيك؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه، يعني في اربع كربونات بس اللي ليهم ايه؟ اللي ليهم بروتونز. يبقى في اربعه ليهم بروتونز واربعه ايه؟ ما لهمش بروتونز. طيب مين الكربون اللي عنده بروتونز؟ الناس تكتب بقى في الشات، انا مش عاجبني، مفيش تفاعل. نقفل البتاع ده ونرجع تاني للمدرج ونجيب لكم كورونا ولا ايه؟ ايه الكربونات؟ حتى كورونا تفرح فينا كده اللي ورايا دي. ايه هي الكربونات؟ الكربونه رقم واحد ما لهاش بروتون صح؟ الكربونه رقم اثنين ما لهاش بروتون. الكربونه رقم 3 طبعا رقم الكربونه ملوش دعوه بمكانها في الاستراكشر، ده رقمها على البيك على السبيكتروم. يبقى رقم 1 و2 و3 ما لهمش اي بروتون. طب في واحد ثاني، احنا هنا 4 و5 وبعد كده 6، رقم 6 ملوش. يبقى انا عندي ايه؟ انا شايف ناس بتكتب لي 4 و8 و5 7، ايه الحكايه يا شباب؟ 4 و5 و7 و8 دول اللي ليهم؟ ماشي. لكن اللي مالهمش بروتون واحد واثنين وثلاثة ومين تاني؟ وستة. واحد واثنين وثلاثة مالهمش بروتون، يبقى دول ايه؟ كواترنري. انا عرفت واحد واثنين وثلاثة وستة ازاي؟ ببص على البيكس اللي في الكربون 13 وببص على الاتش سي كيو سي. انا عندي كام كروس بيك في الاتش سي كيو سي؟ يعني كام نقطة في الاتش سي كيو سي؟ أربعة. يعني في أربع علاقات بين البروتون والكربون، يعني في أربع كربونات متصلين ببروتونز، وأربعة مش متصلين كده، ما هم ثمانية. يبقى واحد واثنين وثلاثة وستة دول كواترنال كربونز. طيب أربعة وخمسة وسبعة وثمانية دول عليهم بروتونز. يبقى أول معلومة عرفتها، أربعة كواترنال، أربعة كواترنال. ولو تلاحظ خلي بالك الأربعة الكواترنال دول زي ما قلت لك إيه، شوف صغيرين، واحد اثنين وثلاثة وإيه؟ وستة. صغيرين اصغر بيكس، والكوترنال فعلا بتبقى السيجنال انتنسيتي بتاعتها قليل. ما علينا، نرجع بقى للايه؟ لاول معلومه عرفناها، انا بقارن كربون 13 بالاتش سي كيو سي. اقارن بقى مين؟ البروتون بالان ام ار، سوري بال1 دي، الاتش سي كيو سي بال1 دي. بص البروتونز انا عندي كام بيك في البروتونز؟ كام؟ اربعه. كلهم ليهم كربون؟ ما خدتش اجابه يعني. كل البروتونز ليها كربون ولا في بروتون ملوش؟ ما خدتش اي حد اجابه. نقفل الميتنج على كده ونروح. بس اقول البروتونز كلهم ليهم كربون، كلهم ليهم. شاطره يا شيماء، بس شيماء فين اميره؟ فين كوثر؟ فين جميع البشر؟ اين انتم؟ مارك تمام، كلهم ليهم. يبقى كل البروتونز ليها كربون، اذا الصوت مش واضح. ليه ليه ليه؟ طب الصوت واضح ولا مش واضح الاول عشان قبل ما ندخل في الغميق؟
بيعلق. ماشي. طب دلوقتي ايه الاخبار؟ الصوت ماشي. انا هصلي هجيب لكم لاب غير اللاب بتاعي ده. تمام دلوقتي. طيب اظبط لكم الصوت. تمام. طيب اللي فات ده كله انا عارف ان انتوا شاطرين فيه، بس بقى معلش في ناس لسه بتحبي ناخدها معانا في السكه. تمام. يبقى انا لما اقارن انا عندي 4 كروس بيكس في الاتش 6، يبقى انا عندي 4 بيكس من الكربون متصلين ب4 من البروتون. طب انا عندي 8 كربون، يبقى في 4 مش متصلين ببروتون، يبقى دول كواترمر. اكسلنت. في البروتون في 4 بيكس اصلا، وفي 4 بيكس كروس بيك، يعني في 4 كورليشنز بين البروتون والكربون. اذا كل بروتون ليه كربون، يبقى انا ما عنديش بروتون على اثنين اتوم. خلصت. يبقى الاول اللي كانت موجوده لا يمكن تكون عليها ايه؟ او اتش. تمام. تمام يا سيدي. على فكره انت لو شاطر في الكربون 13 هتعرف ان الكربونه المعديه ال 200 دي لازم تكون كربونيل. ايوه شاطره يا شيماء، كربونيل. طيب ايه تاني؟ هنشوف. ما احنا ما تنساش ان احنا عندنا بارادايس سبستيتيوت. بس يلا. نو الديهيد، نوت الديهيد. انت كل ما تبقى شاطر في الكربون 13 ممكن تعرفه، بس انا بقى عايزك تبقى اشطر من كده، من التو دي يا بطل، حتى لو مش شاطر في الوان دي. تمام. طيب ناخد اللي بعده. يبقى احنا خلصنا ايه لغايه دلوقتي؟ عرفنا ايه ايه مع مين؟ مع 4 يا 5. وانت لو كبرت شويه، كبر كده، حد يكبر الرسمه ويشوف الاخبار. 4 ولا 5 ولا لسه صعب عليك؟ انا شايفها على فكره يعني، بس انا عايزكم انتوا تكبروها. سوري. 4 ولا 5. الصوت 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 الصوت. معلش هتعب معانا شويه. 4 ولا 5 دول. ما هو معلش النت شويه بالليل بيبقى صعب. انا شكلي هنبدا نتجه للنت في النهار. كده كده قاعدين في البيت، و نختار لنا ميعاد بدري. مش قادر تحدد مع 4 ولا 5، مش مشكله. طيب نبص بقى على مين يا بطل. خلاص كده يبقى الاتش 6 سي. الله، الاتش ام بي سي. هوبا، احنا كده. طب فين الكوز يا دكتور؟ هقول لك ان المركب لو انت بصيت، دي سنجلت ودي سنجلت في البروتون، صح؟ بس انا هنركز، ما تقلقش، مركزين 100% في الاتش ام بي سي. بس انت لما تبص للبروتون، انت عندك دي سنجلت اول اللي هي دي، وسي سنجلت، والثانيه دبلت اوف دبلت. يعني انت لو بشطاره انت عارف عندك بارادايس سبستيتيوت، صح؟ والاثنين التانيين سنجلت، فبالتالي الكوزي اللي هو بيربط الاتش بالاتش اللي جنبه على الكربون اللي جنبه مش هيفيدك. ده سنجلت ودي سنجلت، يبقى البيك دي والبيك دي ما فيش اي سبليتنج بينهم وبين بعض. الله. وانا عندي هنا خلي بالك البروتونز دول كانوا 9 ودي كانت 1 3، يبقى دي 3 سي اتش 3 ودي ايه؟ الناس بدات تجمع الاستراكشر ولا لسه؟ دول 3 سي اتش 3 زي بعض، ودي سي اتش 3 لوحديها، ودي بارادايس سبستيتيوتد بنزين رينج. حد يكتب لنا كده الاجزاء ايه اللي عندي، وفي ايه كمان؟ كربونيل. ادي الاجزاء. المشكله بقى ايه؟ ان انت عندك كام استراكشر ممكن تطلعه؟ تعرف تكتب كام استراكشر سي اتش 3 البنزين رينج اللي عندك بره ده؟ انا بتكلم على واحد ما يعرفش اتش ام بي سي، واحد لسه بيشتغل 1 دي، هيقول البنزين رينج بره ده سبستيتيوت سي اتش 3 من هنا، وكربونيل الله، وترشري بيوتيل، يعني سي وسي اتش 3 سي اتش 3 3 سي اتش 3 ده ستراكشر. واحد تاني يقول لا، ده سي اتش 3 سي دبل بوند او بنزين رينج وبعد كده ترشري بيوتيل، صح؟ ممكن.
طيب انهي واحد بقى؟ انهي واحد يا بتاع الوان دي؟ انهي واحد يا شطور؟ نكتب لك يعني؟ يعني احنا عندنا يا سي اتش 3، سوري سي اتش 3، وبعد كده فينايل، وبعد كده السي دبل بوند او، وبعد كده سي جنبها سي اتش 3 ري، سوري الكل ثلاثة. ده مش حرف، حال شوف الثاني كده سي اتش 3 سي دبل بوند او والفينايل اللي هي البارة، وبعد كده ايه سي سي اتش 3 الكل 3. معلش فوق برضه نسيت 3. دول حلين صح يا شباب؟ عايز اعرف قدراتكم على حلها. ازاي كده نعرف؟ يعني هي سي اتش 3 جنب الكربونيل جنب الفينايل جنب الترشيري بيوتيل، ولا السي اتش 3 بعدها الفينايل بعد كده الكربونيل وبعد كده الترشيري بيوتيل؟ هنا ما اقدرش من الوان دي، معلوماتك من الوان دي ما تقدرش تعرف، لان السي اتش هيقول لي مثلا من مكان السي اتش 3 يا دكتور اللي على والترشيري بيوتيل. الله، طب ما الترشيري بيوتيل لو كانت مرتبطه بالكربونيل زي ما تكون مرتبطه بالفينايل. لا ما فيش سحب ولا سحب. لحظة يا شباب. يا دكتور. عايز اشوف رأيكم. واحد كده يتشطر ويطلع لنا الاستراكشر. من معلوماته القديمة طبعا. انا هوريك الصوت مش واضح شوية. انا عايز معلوماتكم. ايوه يا دكتور شيخ، السلام عليكم. الو، ايوه يا فندم، تمام. يا فندم، تبدا حضرتك، احنا جوه ال جوين حضرتك جوين. لا ده انت هنا كده هتعمل ميتنج حضرتك، الصفحه موجوده عليها، ادخل بالاي دي بتاعك جوين الميتنج هيدخل. لا حضرتك جوين جوين وحط الرقم اللي انا حاطه على الصفحه، او حتى اعمل كليك على الصفحه على طول. صفحه فلاسكاي، جوين صفحه فلاسكاي حضرتك دوست عليها. حضرتك على صفحة فول سكاي. طيب حضرتك على صفحة فول سكاي. ايوه يا فندم، ما هو اللينك بتاعها على الصفحة. حضرتك تعمل لنفسك، عايز تعمل ميتنج لنفسك. اعمل ستارت ميتنج. ستارت ميتنج، انا احسبك عايز تدخل عندنا. ستارت ميتنج. انت حضرتك بتبعت تعمل الانفيتيشن دي تبعتها لحد. لحظة، طب اوقف المحاضرة، هوقف المحاضرة بس ده. معلش يا شباب لحظة.
معلش يا شباب أخرت عليكم، الدكتور شيحة كان معانا وعاوز يعني بيسأل على الموضوع، وربنا ييسر يمكن ده تبقى مخرج للمشاكل. لسه معانا طيب ولا ايه؟ سامعين سبحان. طيب الحكاية اللي انا عايز اوصلها لك ان انت معلوماتك لحد هذه اللحظه مش هتقدر تديك الاستراكشر مهما تعمل. يعني ايه؟ يعني مش هتقدر. الحلين بالنسبه لحلك الحالي شغالين، تمام. طيب اوصل للحل ازاي؟ اول حاجه يا بطل نبدا نرقم البتاع ده. يعني انت عندك هنا ايه؟ ده بروتون ايه؟ اي، وده بي، ده سي، وده دي، مظبوط تمام. الكربونز 1 2 3 4 5، وهنا 6 و7 و8. شاطرين تمام كده يا شباب، ايوه ارفع راسنا كده. طيب وانا لو انت بصيت على الاجزاء المركب من ال اتش اس كيو سي كانت واضحه، تيرشري بيوتيل اكيد، سي اتش 3 اكيد، كربونيل اكيد، داي فينايل، ولو تلاحظ سوري فينايل بارادا سبستيت. لو تلاحظ الفينايل ليها مكانين والكربونيل ليها مكانين، لكن التيرشري بيوتيل والميثايل تيرمينال. تمام معايا؟ طيب الاتش ام بي سي بيقول لي ايه بقى؟ بيربط لي البروتون بالكربون مش اللي عليه هو، لا اللي جنبه واللي جنب جنبه. يعني ايه؟ يعني انا لو بروتون عليه البروتون على الكربون على طول ده الاتش اس كيو سي، طب الكربون اللي جنبه يبقى الاتش ام بي سي، الكربون اللي جنبه الاتش ام بي سي. يعني ببساطه كده كربونه واحد يا شباب، ايه اخبارها؟ عامله كربونه واحد اللي هي مين يا دكاتره؟ كربونه واحد، كربونه واحد اللي هي مين؟ احنا عارفينها الكربونيل، كربون واحد اللي ايه؟ الله ينور عليكم الكربونين. ودايما الكربونز الكواترنري بتبقى سهله في التعرف وسهله في الاتش ام بي سي، ده من احد الكيز مفاتيح الاتش ام بي سي، سر اسرار الاتش ام بي سي انك تبدا بايه؟ بمفتاح، في مفتاحك هنا الكربونين، انا عارف الكربونين، هتبقى جنبها هنا حاجه وجنبها هنا حاجه، وغالبا بتبقى فيري دي شيلدد يعني تحت خالص. طب بص الكربونين متصله بمين يا شاب؟ الله ده جنب الكربونين من هنا اتش مين؟ ايه شاطرين. وجنبها يا اما من نفس الاتجاه يا اما من الاتجاه الثاني مين؟ دي. يبقى الكربونه دي اللي هي مين؟ هوبا، يبقى انهي حل؟ لما تكون متصله بالاي ودي انه حل، اكتب لي الاستراكشر يا عم الناصح. خلصت صح؟ خلصت. لان لو العكس كان هيكون ايه؟ انا عايز ناس تكتب، معلش انا اللابتوب بتاعي مش تاب، هجيب لكم مره جايه تاب عشان ارسم لكم بايدي. المحاضره تبقى احلى، هي اول مره صعبه شويه بس انت هتمشي بعد كده يا دكتور بكر، ما تقلقش. تمام؟ الاستراكشر ليه قلت ده؟ اللي كتبها ليه قلت ده؟ ليه؟ قال لي لان الكربونيل، بص على الكربونيل اهي اللي رسمها، قال ده عامله كورليشن مع حاجه على الرينج اللي هي ايه، وعامله كورليشن مع الايه التيرشري بيوتيل، اذا الكربونيل بين الاثنين. خلصت قولا وحيدا. طب لو شاطر قول لي فين البروتون ايز، دي ولا دي؟ يعني الاثنين دول ولا الاثنين دول؟ مين البروتون اي؟ هم دول، مش حد كتب يعني؟ ايوه كده شاطرين. طب فين البروتون بي؟ اهي. طب ايه اللي خلى دي هنا؟ تمام. طب اللي يقول لي طب ما خلاص المساله اتحلت كده، مش في كل الاحوال هتتحل من اول لقطه. طب انا عايزك بقى نستغل الوضع، احنا عرفنا الاستراكشر، نستغل الوضع ونشوف الاتش ام بي سي ماشي ازاي كومبليتلي. طب ما تاخد التيرشري بيوتيل يا دكتور متصله بين الكربون، لا خليها دي دلوقتي، معلش 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 معلش، واحده 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 واحده. ناخد مين؟ احنا خدنا الكربونه الاولانيه ماشي، الكربونه الثانيه 2 دي كواترنري، والثالثة كواترنري، وستة كواترنري صح؟ تحب تاخد الستة دي اللي تحت دي الكواترنري دي، بص متصلة بمين ستة؟ هوبا متصلة بمين؟
الكربونه الكواترنري متصله بمين؟ في ناس ناسيه حاجه. اه في كربونه هنا يا شباب، الناس ناسياها. الكربونه 6 يا شباب، ايوه هي دي متصله بثلاثه كاربونز، ولذلك الكربونه 6 متوصله بالبروتون مين؟ دي دي اللي هم الثلاثه ميثايل اللي زي بعض الترشري. لغايه كده ماشي معايا ولا اشوف راي الناس في التعليقات؟ ادي دليل تاني ايفيدنس. الناس اللي بتسال عن ايفيدنس، انا كان عندي حلين، ايه الايفيدنس ان واحد فيهم؟ اول حاجه الكربونين متصله بمين؟ الكربونين كانت متصله بالبروتون H ومتصله بالبروتون D. البروتون A اللي هي بتاعت الرينج، يبقى هي جنب الرينج، وبروتون D. الله شوف الكربونه جابت مين؟ جابت الكربونه دي جابت ال HD. H1 2 لا اه لا آه. سوري اه ماشي اتصل صح كده. طيب البروتون دي البروتونز دي متصله بايه؟ معلش هتلاقي متصله بالسته بالكوترنري، يبقى جنبيها الكوترنري، ومتوصله بالكربونيل. ماشي كده تمام. امال ايه دي يا دكتور؟ ده البروتون دي متوصله بنفس ايه ده؟ الكربونه بتاعتها دي. هنحل المعضله دي دلوقتي، اصبر عليها. دي اللي هي الحته اللي انا عايز اشرحها بعد شويه. طيب نشوف البروتون سي. البروتون سي اللي هو انه واحد فيهم؟ السي اتش 3 الثانيه. متوصل بايه يا شباب؟ البروتونز بتاعت السي اتش 3 دي المفروض الاتش دي تبقى متوصله بايه؟ مين اللي مسح الاستراكشر؟ تمام. متوصله بمين؟ البروتون سي متوصله باثنين. ادي البروتون ده متوصل بالكربون دي المفروض، والكربون دي صح؟ فعلا متوصل بكربونتين، كربونه منهم اللي هي الاثنين اللي فوق بعض، والكربونه الثانيه اللي هي ايه؟ كواترنري. يبقى فعلا الكواترنري. يبقى انهي واحده في الكواترنري دول؟ احنا قلنا كام؟ في اثنين وفي ثلاثه. انهي واحده؟ اثنين ولا ثلاثه اللي انت شايفها؟ اثنين. يبقى الكربونه دي رقم اثنين متوصله بالبروتون دي سي، والكربونه اللي هي هنا اهو اللي هي رقم كام؟ يا اربعه يا خمسه، لسه برضه لسه مختلف فيها. اللي كانت متوصله بالبروتون بي. طيب نشوف اللي بعده. طيب البروتون اي متوصل بمين؟ متوصل البروتون اي عمل كورليشن مع الكربونه اللي هي احنا قلنا عليها يا اربعه يا خمسه، لسه مش عارفين لغايه دلوقتي. كبر كده وشوف لو سمحت، دي اربعه ولا خمسه؟ مساله اربعه، كبر كده وشوف. طيب طيب ايه متوصله لسه لغايه دلوقتي اربعه ولا خمسه، لكن متوصله بين مين؟ باثنين. يبقى رقم اثنين ان هي البروتون ايه اهي متوصله بالكربونيل، فعلا اهي متوصله بالكوترنري، ممكن تكون دي او دي، هنشوفها دلوقتي ان هي هنا اهو. تمام. طيب ايه تاني في الـ في الـ في الاتش ام بي سي؟ في طريقين. طريق ان انت تستخدمه كايفيدنس ليك، ان انت بس توصل الحاجات اللي انت عرفتها من الاتش سي كيو سي والكوزي، يبقى في الحاله دي ممكن تجيبها من ايه؟ من وان سبوت بس، زي مثلا لما قلنا الكربونيل اهي، عرفنا ان متصل هنا وهنا، يبقى الكربونيل بين مجموعه الترشري بيوتيل وبين البنزين، وخلصت كده، خلص الاستراكشر اتاكدنا. وباقي المعلومات تضيف لي وتاكد لي. وفيه ان انت تعرف منه داتا كتير. الاتش ام بي سي الاستخدام الاولاني بتاعه ان احنا يعمل كورليشن بين الفراجمنتس، ما هو ده الميزه بتاعته. لكن مش كل المعلومات اللي فيه، لان المعلومات هتبقى كتيره قوي هتقدر تفصلها، او يعني حسب الليفل بتاعك. اول ليفل اللي احنا بنبدا فيه دلوقتي، الليفل الجاي خلي بالك المحاضره الجايه هنتقل شويه ونزود شويه. تمام. طب يا دكتور لغايه دلوقتي في حد فاهم حاجه؟ قبل ما ادخل في الحته بتاعت ليه هنا دي عامله مع نفسها؟ ليه بروتون دي عامل مع الكربونه سبعه؟ خلي بالك هتلاقي عاملها هي هي في الاتش سي كيو سي، واحنا عشان كده قلنا البروتون دي هو اللي الكربونه بتاعته سبعه، صح؟
مش ده اللي قلناه؟ يبقى ازاي يعمل معاه في الاتش ام بي سي؟ ازاي البروتون دي يعمل مع نفسه في الاتش سي كو سي مع الكربونه بتاعته وبعد كده يعملها في الاتش ام بي سي؟ ازاي؟ انا عايز اشوف تفسيرات من عندك، اكتب فكر. انا ممكن ما كنتش قلتها بس ممكن تفكر فيها، ازاي البروتون عمل مع الكربونه بتاعته في الاتش سي كو سي؟ طب ده شيء طبيعي، وعمل في الاتش ام بي سي شيء غير طبيعي بالنسبه لك لغايه دلوقتي. ازاي؟ السبب؟ حدش بيكتب حاجه؟ الناس طلعت ولا ايه؟ كام بارتيسيبنت عندنا؟ محدش كتب؟ نو انسرز؟ اكتب نو انسرز. طيب ورينا شطارتك. يا ابطال يا ابو الابطال، جيت متاخر يا اسمره. هنعيدها تاني المحاضره المره الجايه، هنفضل وراك يا عم بتاع رابعه لغايه ما نفك تعقيدات السنين. ماشي، السؤال تاني. البروتون دي يا ابو الابطال المفروض اللي هو بتاع الترشري بيوتيل، ماشي، اللي هم من التسعه بروتونز، الكربونه بتاعتهم من اتش اس كيو سي هي سبعه، صح ولا انا غلطان؟ صح. طيب ازاي بقى عامل هنا اهو كروس بيك؟ بص اهي، بص مع كام؟ مع سبعه. ازاي يعني الاتش ام بي سي بتقول لي مع الكربونه اللي جنبه مش بتاعته او اللي جنب جنبه؟ ازاي عامل مع نفسه بقى زعيم؟ دي ماشي، عامل دي ماشي، دي الكوترنري، وعامل دي الكربونيل عشان جنبه. طب عامل مع نفسه ازاي؟ خلاص يا اسمار اطلع من الفرحه اللي انت فيها وجاوبني. ايوه كوثر بدات. هوبا، ما تخافش لما تغلط يا عم الريس، ما انت طول عمرك بتغلط وما بنتكلمش. حاسس ان في ناس كده لما تكتب على البتاع دي خلاص البرستيج بتاعها يضيع. ضايع البرستيج، ما يهمكش، نجيب لك غيره المره الجايه. لو ما شفتش اجابات هلم الميتنج ونروح، انا ما بديش محاضره للي بسمع اجابات. معلش انا نسيت، صح انتوا في رابعه، ليزي داكس، ليزي الاروماتيستي. مالها الاروماتيستي يا برش؟ ازاي هي، بص هي القصه في البيك دي، حد كده يفهمها لي؟ في الاتش اس كيو سي موجوده وفي الاتش ام بي سي موجوده، ولو عندك البتاع رجع ورايا نرجعها تاني، نرجع الاتش اس كيو سي. حاضر اهي، البتاع دي مش انا هحرق اللاب ده واغيره، ادعولي ربنا يرزقنا اللاب تاني. مش عارف اجيب لكم الاتش اس كيو. حد معاه معلم؟ لا يا دكتور مصطفى، ما فيش حاجه اسمها الاروماتيست بيأثر على بعضه. لا، الكربونه دي، سوري البروتون دي، دول الترشري بيوتيل السي اتش 3 متصله مع كربونه، السي اتش 3 الثانيه متصله مع نفس الكربونه، السي اتش 3 طب البروتون بتاع واحده من الميثايل هيعمل مع الكربونه بتاعته، بس الكربونه اللي زيه بس من الناحيه الثانيه يعمل مع ايه؟ يعني السي اتش 3 كده اللي هي السي اتش 3 دي، الاتش دي الكربونه بتاعتها مش هتظهر في الاتش ام بي سي. طب والكربونه الثانيه اللي هي واحد كده يفرط لنا السي اتش 3؟ لا شيل السي اتش 2 دي، جبتها منين دي يا عم الزعيم؟ مفيش سي اتش 2 هنا، انا هكتبها لكم انا. فين الانوتيشنز؟ خليها ايه سي اتش 3، يعني ادي كربونه اهي، كربونه تمام، جنبها سي، سوري جنبها سي، سي اتش، الواحد نسي الكتابه تمام. الاتش دي مش هتعمل مع الكربونه دي، لكن ما تنساش ان في سي اتش 3 ثانيه، صح؟ خليها كده
مش التلاتة دول بتوع السي اتش 3. بص يا دكتور، ادي سي اتش 3، ادي سي اتش 3، ادي سي اتش 3، متصلين بنفس الكربونه. يبقى الاتش دي مع الكربونه بتاعتها مش هتعمل، هتعمل في الاتش سي، لكن الاتش دي مع الكربونه اللي زيها بس من الناحيه الثانيه تعمل ايه؟ تظهر في الاتش ام بي سي، لان على بعد كام؟ بص اتش سي سي سي، يبقى الكربونه دي مع الاتش دي، الكربونه دي مع الاتش دي، او الاتش دي مع الكربونه دي، عادي جدا. بس بتاعتها لا، يبقى لما يكون عندي ثلاثه زي تيرشر بيتل زي ما انت شايف كده اهو، في الاتش اس كيو سي التسعه بروتونز عاملين مع الكربونه اللي هي سبعه، كلهم دول نفس الكربونه اصلا زي بعض برضه، كربونه سبعه، اذا كانت سبعه زي ما اتذكر يعني. في الاتش ام بي سي الاتش دي مع الكربونه مش اللي هي عليه بالظبط، بس على الكربونه الثانيه اللي هي بتاعه برضه الميثايل اللي جنبيها، يبقى كل بروتون ميثايل هيعمل مع الكربون بتاع الميثايل الثاني. وضحت ولا انا عكيتها؟ وده لان المركب شور. واضحه؟ طيب تمام. يبقى ده اللي بيظهر في الاتش ام بي سي. لما تلاقي بقى تقارن الاتش ام بي سي والاتش اس كيو سي وتلاقيهم زي بعض في سبوت، تعرف ان السبوت يبقى ايه؟ السبوت ده فيه سيمتري، وده بيوضح لك السيمتري. يعني ايه سيمتري؟ يعني الكربونه دي عليها ثلاث كربونات زي بعض، يبقى البروتونز بتاعتهم هيعملوا مع الكربون في الاتش اس كيو سي ومع الكربون في الاتش ام بي سي، ودي البيك دي توضح لك دي. فاهم حاجه ولا انا مخبطك؟ تمام. هندي مثال تاني على الاقل النهارده اللي طلعت بيه ايه؟ بريك. لا ده احنا هنخلص خالص، ولا انت معايا؟ ايه اللي طلعنا بيه النهارده؟ ان الاتش ام بي سي بيحل مشاكل ما يحلهاش الاتش اس كيو سي. اجازه. انت قاعد بالفشار، محدش قال لك اعمل اي حاجه، الا ما حد عزم ولا حاجه يا جدعان، ميتنج ده ولا ايه بالظبط؟ انا حاسس ان الناس متضرره. انت ممكن تاخد على البحر بقى، تطلع على البحر تسمع المحاضره عادي جدا يعني. هنكتب طيب. يبقى ايه اللي النهارده؟ انا سيفت تعبت شوية. شكرا. جبنا اخركم، جبنا في الاجازه، جبنا. ماشي، هننزل مسائل ونحل يمينا. دي اول مره احل معاكم، بس انا عايز اوضح اهميه الاتش ام بي سي وان بسهوله جدا يقدر يجيب لك الحل. مساله صغيره. طب ناخد اللي بعدها السكشن. طبعا. لا اصبر، معلش، هو ما ينفعش نعمل سيكشن لغايه دلوقتي، هنشوف هنعمل ايه يعني لغايه دلوقتي اسبوعين. هننزل المساله ونحل بقى مره مره. طيب اللي فهم حاجه النهارده يقول ايه اللي فهم؟ يعني ايه اللي طلع بيه من القصه النهارده؟ يعني فهمت ايه اهميه الاتش ام بي سي؟ هي دي اللي انا عايزها. انا عارف ان انت تقدر تطلع الكورليشن، بس الاول تعرف ان ليه اهميه، وبعد كده تبدا ايه؟ واحده واحده يعلى. وخدت حاجه جديده، ان البروتون ممكن يعمل ايه؟ كورليشن مع الكربون بتاعته. بس مين؟ التوأم. فهمت؟ ايه الايفيدنس؟ حاضر والله، ما تقلقش. يعني انا دلوقتي انا اهو كربونه، عليا ثلاث كربونات، الثلاثه زي بعض. البروتونز بتاع الكربونه دي هيعمل كابلنج مع الكربونه اللي زيها، بس ايه؟ من الناحيه الثانيه. لان المسافه ايه؟ ثلاثه. بس هيبقى على كربونته؟ لا، على الكربونه اللي اختها المرايه بتاعتها، وكذلك الثانيه. ده الجديد.
دي اول معلومه صغننه كده في الاتش ام بي سي، بس خلي بالك عاليه. خطوات يا دكتور، حاضر. المره الجايه عايزك تبقى معاك البتاع دوت، ومش بعيد كمان نعمل لك فورم تكتب فيه على طول. ماشي، عرفت تشغل التطبيق؟ ماشي، المره الجايه هنعيدها تاني. الكوزي تمام؟ لا يا احمد، ابدا بالاتش اس كيو سي وبعد كده الكوزي وبعد كده الاتش ام بي سي. حاضر حاضر، هنزل المحاضره والمره الجايه هتبقى اكثر تنظيما شويه، بس النهارده ايه؟ طيب الليفل اللي احنا فيه ايه؟ ما هي احنا ماشيين ستيب وايز. اول محاضرتين كنت انا عايزك بس تفهم يعني ايه 2 دي، يعني ايه اتش اس كيو سي، امسك السبيكترم شكله ايه، هل ده وصل البروتون ولا مع بروتون في الاتش في الكوزي، البروتون مع الكربون بتاعه في الكرب في الاتش اس كيو سي، البروتون مع الكربون اللي جنبه في الاتش ام بي سي. تمام. هنزل مسائل يا شيماء وهخليكم تحلوا، ومسائل متدرجه. احنا المره اللي فاتت المره دي المساله دي صعبه شويه، بس فيها اهميه الاتش ام بي سي. اللي انا عايزكم منه امسكوا السبيكترم، هنزله دلوقتي مع المساله، تمسك السبيكترم وتحله مع نفسك بقى، عشان المره الجايه هجيب لكم مساله فيها الثلاثه. الميتنج الجاي هيبقى فيه كده، وهنزل لكم المساله قبليها تفكروا فيها. صح ولا ايه؟ ولا انا غلطان؟ طبيعي يا هبه، لازم دلوقتي في المستوى الحالي مش اللي هو الاوبتيمم اللي انا عايزه، بس احنا في الطريق. الاستراتيجي ماشيه باتجاه، يعني فاهم، واحده واحده. اول حاجه على الاقل كلنا نعرف نبص على الاستراكشر، زي ما بيتعلم الطبيب بيتعلم ازاي يبص على الاكس راي ويتعرف عليه، مش من اول مره بيعرف كل الامراض، مش من اول مره لازم يتعلم يبص يمسك البتاع ازاي. عارفين نظام كراتاي؟ ما ينفعش. ما بيعرفش يقرا بتاع سعيد صالح زي الكراتاي. لازم تعدل السبيكترا، تعرف تقراه الاتش اس كيو سي، تعرف بيدي لك ايه. الربط ساميه يا دكتوره ساميه، لما بنيجي نربط الامور ببعض، اول حاجه انا عايز كل واحد تطلع منه المعلومات، تاني حاجه كل واحد يدي لك فايده ايه. المره الجايه تدريب اكتر، هي بالتدريب مفيش الا اكسرسايز، ونطلع نشوف ازاي اوصل للمعلومه بسرعه. تمام، التيبل المره الجايه انا هنزل لك قبل المحاضره معلش المساله. ماشي، ما تقلقش على الايفيدنس دي والله يا كابس. المساله هتنزل لك على الفلاسكايا، وهينزل لك والكورليشن تيبل. ادي نفسك ربع ساعه او نص ساعه قبل المحاضره، اعمل الكورليشن تيبل، فكر فيها، وبعد كده نبدا نتكلم. تمام، الميعاد بتاع المره الجايه انا عايز اقتراحات منكم. الاول واحد زميلكم احمد بيقول خليها الصبح، احنا كده كده قاعدين، الناس بتصحى الساعه كام الاول؟ انا نفسي بصحى الفجر. حد معايا؟ هي الناس اللي بتحب الصبح عشان النت بيبقى احسن، الناس اللي بتحب الليل عشان بتحب تكمل سهرتها. امال ايه يا مارينا؟ بس ده انت يا دوبك الفجر، مش هتصلي الفجر معانا ولا ايه؟ طب انت بتنامي الفجر يا الاء؟ بسم الله ما شاء الله. وبلاش وقت الغداء، وبلاش وقت العشاء. ايش يا مارينا لا يهمك. الصبح نلغيها وخلاص، موافق يا مهند. ايه الصبح؟ ما الصبح دي عندكم غير عندي، الساعة 10 حلو يعني؟ يبقى انا كده مش هروح الشغل، ماشي. صح، احنا كده. ايوه ماشي، ننزل لك المساء اسمرة، ننزل المساء يا اسمرة. ماشي، هيبقى الفجر بس ما الفجر ده مين بيصحى؟ 10. طب اليوم 11. 11 حلو اعتقد. 11 حلو عشان نخلص من تمام؟ 11 تمام يا شباب؟ تمام 11. اي يوم مش فارقه. اكتر تنين يخليها مرتين في الاسبوع، في ناس بتقول مرتين. مرتين يا شباب النهارده ايه؟
لا هي 11 خلاص اتفقنا دكاترة. النهارده ايه؟ السبت. ايوه صح. الاثنين حي؟ الاثنين؟ ماشي. الاثنين؟ ثلاث؟ ثلاث شغال. ثلاث؟ خليها اثنين وخميس؟ ماشي يا هبه. اثنين وخميس؟ احنا مش هناخد كتير، هم اثنين وخميس ويكفي على كده. خلي بالكم لغاية دلوقتي أنا مش معتبر إن أنت اتدربت. أنا يا دوبك بعرفك الطريق في نص الطريق مش أكتر. لكن كل ما بتتضح الأمور قدامك تلاقي التطبيق أسهل. يعني مش هتبقى فيه مشكلة. تمام، اثنين وخميس كل مرة ساعة، ماشي. الساعة 11 اتفقنا. طيب نعمل لكم أنميوت ونسمع صوتكم. حد عايز يقول حاجة؟ مش عارفة امسح ايه. حد نفسه بحاجة قبل ما يختم؟ هنزل لكم مسألة، كان في مسألة تاني بس هنزلها بعدين بقى، مش هينفع نحكي لها. يا شباب حد. أنا سامعكم دلوقتي بتتخانقوا ولا إيه؟ بالله عليكم بالله عليكم. نيشن تقول اهي، قاعد اقول لك عليها. قول لي يا عم قول لي عليها. هم فتحوا الباب الفيديوهات وشغالين. ليه بس يا شباب؟ قولوا بالصوت طيب. اللي قاعدين يلموا دول انا سامحهم. السلام عليكم. هو ايه السؤال اصلا؟ ايوه السؤال اصلا. ماشي يا عم. يعني احنا ممكن نلغيها؟ ممكن اكيد. طب اطلع اطلع. ماشي خلاص. الغوا الصوت فضحتونا. ماشي خلاص انا قفلت الصوت بس بحب اهزر معاك. سلام. خلاص يبقى ميعادنا الاثنين الساعة 11 إن شاء الله والخميس. أشوفكم على خير. سلام.